السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحياتكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا الخوت حنا كنتواجدوا في سوق قلعة السراغنة الخوت الاثنين بتاريخ الخوت 19/9/2022. الله يبارك الله يدير خير الله ييسر الامور تبارك الله، اللهم بارك الخوت. هذه 20 راس الخوت راه دينا من عند السي عبد السلام تبارك الله. السي عبد السلام السلام عليكم، كيدير بخير؟ السي عبد السلام كيدير؟ صحيح مزيان، الله يحفظك الله يبارك فيك. هاد السلعه بغيت نسول لك شحال بعتيها ليا من الاخر؟ 33 الله يرحم لك الوالدين. خوت راه باع ليا ب 33650 درهم الخوت تبارك الله، ومازال ما عطينيش في الربح. هادشي اللي كنبغي نطلب الله التيسير، الله يبارك خوت الحبوب ولا الديف ولا جزيطي ولا شي حاجه راه ما كاينش. 20 بياسه زوينه الخوت، واخا الثمن راه كاين ولكن راه زوينه، السلعه راه زوينه، الله ييسر الامور الله يدير خير تبارك الله. نطلب الله التيسير، 33650 درهم. دور السعيد خارفان، دور دور خريفين، دور تبارك الله، الله يبارك الله يبارك الخوت، اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. السلعه الخوت راه زوينه، خلي عبد السلام هو راه كينقيدوا الخوت، حنا راه كنمشيو عند الناس اللي نقيو يديهم الخوت تبارك الله، الله يبارك، اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير، 20 راس الخوت الورد، الورد المليح، الورد المليح تبارك الله. السلعه الخوت راه مليحه بالواحد، كل الاول كل الاخر كل الثاني تبارك الله، الله يبارك. ب 33 المشرسي داكشي اللي كان نقولوا رزق الله. هاي طي زين ايامك الله يحفظك تبارك الله. ونطوروا شي دويره في السوق ونشوفوا الثمن ونطوروا لكم شي دويره الخوت اللي بغاها مرحبا، التليفون على الشاشه اللي بغاها مرحبا الخوت تبارك الله. ونطلبوا الله تيسير الله ييسر الامور. وبارك كبير، السلام عليكم، كدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك الله يطول في عمرك. السلعة اش عطاوك فيها؟ هذا فيها 32. بعتيها ولا مازال؟ ومازال وباع باع 34. لا واش بعتيها؟ بعتيها بر كبير ولا باع؟ ها؟ باع باع. شحال بعتيها بر كبير؟ باع لك 32. 32 تبارك الله، 32 الاخوان تبارك الله، 1600 درهم الخوت. بر كبير راجل معقول، تا هو راه جيد، وداك الشيء اللي كاين كاين وكيقولوا كيبدا الغلم من الاول حتى الاخر، كيقنع وكيبيع تبارك الله. فين هو؟ واش قلت يا عبد السلام؟ قاسح شويه كيدردك، ولكن راه معقول واخا هكا تبارك الله. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير وندور شي دوره في السوق ديال القلعه الخوت ونشوفوا الثمن، الله ييسر الامور الله يدير الخير. بالرحاله السلام عليكم، كيدير نعمس بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا؟ شحال؟ سي سعيد ها؟ 41 ونص. 41 ونص. الصراحة الخوت داكشي اللي كاين تبارك الله، الله يبارك الله يدير الخير. 41 و500 الخوت، اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير ولكن غزلان الخوت تبارك الله. الخوت شي حاجة مليحة وشي حاجة أصيلية تبارك الله، الله يبارك. على 2075 درهم الخوت، 2075 درهم. وبالرحالة مازال ما عطاوك الأرباح لا والو. باقي الصباح هذا ياك؟ نطلبوا الله التيسير الله ييسر الامور تبارك الله تبارك الله. شحال من راس هما؟ سبعه تبارك الله، الله يبارك الخوت. نطلبوا الله التيسير الله ييسر الامور الله يدير خير. بالرحاله الله يسهل عليك، كنشكروك بزاف الله يحفظك. سعد واحد السلام عليكم، كيدير خويا بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يطول في عمرك. اش داير هذا الحول في السنه خويا؟ تني مرشوم لا؟ هو ديال الجمعيه. ديال الجمعيه ما مرشوش؟ لا ما مرشوش، ديال الجمعيه. حيت هو فيه المواصفات فيه كامله تبارك الله. شحال الثمن اخو الواحد؟ 102. ديال في السنه الثنيه قلت لي؟ ثني تبارك الله. فرش اخويا فرش الله يعزك تبارك الله، اللهم بارك الخوت الله يبارك الله يدير الخير. انتم الخوت الطنقه ديال الجمعيه الخوت تبارك الله تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. شحال قلت لي كطلب فيه؟ كطلب فيه 120. المعطى اللي عطاوك شحال؟ 102. الخوت راه عاطيهم 102، 5100 درهم الخوت، كيطلب فيا هو 120، 6000 درهم الخوت تبارك الله، الله يبارك. وغنشد الميره ديالو اللي بغى الخوت اتصل به تبارك الله. حاولي راه جيد مليح الخوت تبارك الله، حاجه شويه نعلم تبارك الله، الله يبارك. اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير، حاولي مليح الخوت تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. خيرات مولانا الخوت تبارك الله تبارك الله، الله ييسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. وخوت راه ها انتم راه في تجميعات من جوج جوايز تبارك الله، الطنقه ديال الجمعيه تبارك الله، الله يبارك. سعد واه عطيني النمره ديالك خويا الله يحفظك. قول يا خويا الزين. 06/12/52/52/13/72. الله ييسرك الامور اخويا، الله يجيب التيسير الله يعاونكم. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير.
الله يعطينا شي عام جيد تبارك الله ونطلب الله التيسير. ثلاث ساعات بشويه ديال السلع الخوت اللي شرينا تبارك الله ب 33 خوت ربعنا ب 500 درهم ديال الرباع بحال فهمتي الخوت ولات ب 33 ونص. مرحبا خويا الزين الله يعزك الله يبارك فيك خويا تحياتي لك تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. خوت ربعنا الله يسر مولاها والله يسر عليها الخوت واللي بغى شي حاجه الخوت بحال ما هادشي مرحبا مرحبا الخوت مرحبا وتحياتي لكم الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن. كنساعدوا مع اي واحد الخوت قنعاني الحمد لله وشبعاني فهمتي الخوت 33 راه 500 في الخروف فهمتي الاخوان اربع تبارك الله معقول كاين تبارك الله. مرحبا سيدي مرحبا خويا الله يبارك فيك الله يعزك امين الله يحفظك تبارك الله. الخوت راه شي حاجه اصيلي وشي حاجه دوري جينا تبارك الله يبارك الله يستر الامور الله يبارك طلب الله تيسير دير اخو سعيد سير تبارك الله. الخوت 33 و 500 باش باعت 500 الاخر هادشي اللي كاين هو تبارك الله. خليها خليها محمد خليها ترحل الطنوبيس سير قاعد السيد عندك الروكر عندك الروكر قاعد قاعد تبارك الله. بنادم الخوت راه كيتوكل على الله وصافي هادشي اللي كاين هو بنادم راه كيتوكل على الله ونطلبوا الله تيسير والله يسر امور خوت. حنا غنشارجيوها ونرجعوا للسوق ونشوفوا لكم الاثمنه ديال السوق ونهاركم مبروك الخوت. الله يستر الخوت الله يدير الخير تبارك الله. بنادم ما كيتوكل على مسكين السيد هو اللي دار الخوت تبارك الله الله يبارك لي والله يدير الوقت. هنشد لك هنشد لك هنشد لك سير سرج سلام ربوحه حسن هذا سير 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 ايوا جاي شد واحد شد واحد السعيد شد واحد اخو واحد اهرب ونرجعوا الخوت للسوق ونشوفوا لكم اثمنه السوق ونهاركم مبروك وتحياتي لكم. اللهم بارك الخوت تحياتي خويا الشرقي دير بخير السي كمال تحياتي ليك صحيحه مزيان الله يبارك فيك خويا على المليح الله يعزك. بعتيهم شحال الثمن باش بعتيهم؟ هما 80000 80000 المشرى باش تباعوا 80000 تبارك الله. والمشرى خويا شحال؟ 80 قلجوج 80 قلجوج بحال 39 الحولي 39 الخروف الخوت تبارك الله. لا شي حاجه زوينه تبارك الله مواصفات كل شيء تبارك الله. كاين المليح ولا ما كاين؟ الله يبارك لا كاين المليح تبارك الله اللهم بارك الخوت. الخوت على 1950 درهم المشرى الخوت وباعهم 80000 على 2000 درهم للخروف الخوت ياك تبارك الله الله يبارك والله يسر امور الله يسر لهاد الدريوي ان شاء الله. جا عندي مسكين قال لي راه بغيت عجوج وذاك ولكن بعت انا جمله فهمت يا خويا الله يسر لك الله يسر لك خويا الزين لا خربان زين اخويا الله يسر. السلام عليكم كيف العام بخير صحيح مزيان ديما ضحك ديما نشاط مولا ربي. شحال الثمن ابو القايد الله يحفظك؟ 33 هي باش خليتك الصباح ياك 33 الاخوان تبارك الله 33 تبارك الله الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله. نطلب الله تيسير 1650 درهم الخوت تبارك الله اللهم بارك. والله لقيته 30 هو قال لي 33 والله ما غنفوني مع الله تمشي دار كبيره ومشاريع سرك مشاريع بطيحين هذا الراجل بالسكره ودي هذا اليوم هو الله ما يتهون ياك سير الله يعزك كباب كباب مع راسك الله يحفظك تبارك الله. 33 اللي عاطي القيد ومازال ما قنعانش 33 اللي عطاك وراه قدامي ما كاينش المزاح تبارك الله. 1650 درهم الخوت وندورو شي دوارة في السوق ونشوفو الثمن 1650 درهم تبارك الله الله يسهل صافي الله يعاود خويا خويا خلي الناس ندورو شي دورة ونشوفو نشوفو الشوط كي دايرة الخوت نشوفو الوقت كي دايرة والله يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. دور شي دور الخوت في السوق عمي دون عادة دون عادة شوف عجبنا ضحك راه عجب الحال ديما وكاك ديما نسال الله حافظك ود القايد الله يعزك الله يكبر بيك ها
هادشي اللي كاين تبارك الله. نطلبوا الله تيسير وندورو شي دوار في السوق ونشوفوا الثمن الخبز. السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. كيداير خويا بخير؟ امور مزيان الله يحفظك. شحال خو مهاول؟ 48. ايوا في الفرادي اللي بغا تبيع الفرادي؟ انا فيها جوج هذا عطانا فيه 110. 110 بحال 55 تبارك الله الخبز. هذوك الاخرين 46، الجملة 48 ياك قلت لي، الجملة الخوت 48 تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير خير. 2400 درهم الخوت تبارك الله، وشي حاجة الخوت مليحة وشي حاجة قاصري. هذاك فيه شي حبوبة ياك؟ اي حيت فحالي هذاك ما عليه حتى شي حاجة فهمتي، تباعها فحالي باقي بعيد تبارك الله. الله يبارك الله يدير خير. تحياتي لمول الصنك، تحياتي لك خويا تبارك الله. طلبوا الله تيسير، ها غير محاجرة يا الله يحفظك الله يبارك فيك. طلب الله التيسير، الله يسر لك العمر اخويا مهول، الله يجيب التيسير. مرحبا الله يحفظك خويا. اللهم بارك الخوت والله يدير خير تبارك الله. نطلب الله التيسير. سيكم مايح السلام عليكم، كدير بخير؟ صحيح مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك. شحال الثمن اخو قبيح؟ 6 قل 100، 36 قل 200 تبارك الله الخوت، 36 قل 200 قل 100 قل 100 تبارك الله عليك الله يحفظك. تبارك الله اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير، 36 قل 100 الخوت تبارك الله، بحال 1800 الخوت قل 5 دراهم تبارك الله. الله يبارك اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير والله ييسر الامور تبارك الله. تبارك الله الله يبارك تبارك الله. بنادم راه كيبغي يتوكل على الله وصافي، هادشي اللي كاين هو هذا الخوت. امين الله يحفظك اودي السي عبد الرحيم. قول تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. وندورو شي دوره في السوق ونتهدرونا. مرحبا تبارك الله الله يبارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله. ونطلبوا الله تيسير وندورو شي دوره في السوق. امين يا ربي. سي سعيد الله يعاونك خويا، الله يجيب السلامة. السلام عليكم، كيداير نعمت بخير؟ مرفقي لاباس، تحياتي ليك. خو عبد الصادق شحال هادشي خويا؟ ثمن مشرى 43 تبارك الله الله يبارك. محمد خو موسى تبارك الله الله يبارك الاخوان. مرقد ديال ولاد سعيد 43 ياك؟ 43 عاطينا فيهم شي بركه، عاطيك شي بركه تبارك الله. 43 2150 درهم الخوت تبارك الله. شحال من راس هما؟ 6 6 تبارك الله. كاين شي حبه هذا هي كاينه تبارك الله عليك. صاحب الصادق راه الناس راه متبعات معايا، ثمن مناسب وثمن زوين تبارك الله. وخرين فين راه زوينين كاع الاخر راس. صاحب الصادق كاع الاخر راس تبارك الله الخوص الله يبارك. اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله. وغتشد الميره الخوت اللي بغاهم مرحبا، العمو الحبوب راه يحيدوا ليك ودي 5 ما عندوش المشكل. هو ياك عبد الصادق وهو راه مليح ولا ما بغاش الواحد فهمتي عند فيه الحبوب ولا ما بغاش ساعد معاه. هادشي اللي كان هو تبارك الله. قول الميره خو عبد الصادق. 06 16 74 53 23 الخوص اللي ما بغا هذاك اللي فيه الحبوب ما بغيتيش الخوص دي معادو 5 تبارك الله. راه يتساعد معاك جد جد المساعده بزاف كثير. قابلي كتقول لها كل شيء تبارك الله. الله يسر الامور اخو عبد الصادق، الله يجيب التيسير. السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك، الله يطول في عمرك خويا وتحياتي ليك. الله يعزك خويا. شحال الثمن اخويا؟ ابو 1000 ريال اللي حاطيني فيهم انا. العمه كيداير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك خويا. ديتي جوج واحد زيطي هذا والاخر بعناه. كيفاش زيطي؟ راه كاين اللي كيسولنا كيقول لك الزيطي كيفاش؟ حيت ابو بحن بيضة وحدة حبة وحدة حبة وحدة هاي. تبارك الله عليك اودي العمة، سير راك مشكورة والله إلا مشكور. الله يعزك الله يبارك فيك. عندنا عشوينك ولي غادي على الدور الطيح الله إلا سوينك تبارك الله الله يبارك الخوت. العمة راه اللي كاينة كاينة فهمتي، باش الناس يعرف كيفاش الزيطي. الزيطي الخوت راه هو اللي عنده فولة وحدة تبارك الله. والله يسر الامور والله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله تيسير وندورو شي دوار السوق ونشوفو الثمن. العم الله يعاونك الله يجيب لك تيسير تاع رزق. تحياتي ليك. الله يعطينا شي شتوه. امين يا ربي امين يا ربي الله يحفظك. الله يبعد منا الرنبيين الرنبيين تبارك الله. طلبوا الله تيسير الله يعاون خو العم. سي صالح ديتي هذه؟ لا ديتيها تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. 34 تبارك الله 34 الخوت باش دات تبارك الله. ونطلب الله التيسير الله يسر الامور. 1700 درهم الخوت تبارك الله. سلعه الخوت زوينه وسلعه نقيه تبارك الله. 16 حولي تبارك الله، 16 خروف الخوت شي حاجه زوينه تبارك الله. قلعه منوره اليوم الخوت راه داخل البدري
فهمتي الخوت كيجيو للحربيه كيجمعوا السلعه وكيجيبوا الرصاو تبارك الله الله يبارك الخوت راه البيع ديالها ب 34 ولكن المولى باقي بغى يطرد في الخبز هادشي اللي كان هو تبارك الله ونطلبوا الله التيسير الله ييسر الامور وندوروا جدوره في السوق ونشوفوا الثمن الله ييسر الامور سي فتح الله يعاون خويا نجيب السلامه سي احمد السلام عليكم كيداير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن ابو احمد 48 48 دابا باش تسوق خالي احمد هاد السومه هذه واش قابله بنادم لا مفريطه سومه غاليه سومه غاليه مفريطه شويه ما قابلناش بنادم القليل القليل ها الحليبيه تبارك الله الخوت 48 تبارك الله راه قال لك مسكين داك الشيء اللي كاين السومه هذه قال لك ما قابلناش الناس بزاف تبارك الله على 2400 درهم الخوت وندور شدوره في السوق ونشوفوا الثمن الله يسر الامور الله يدير الخير السلام عليكم كيداير خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال المشرى ديالو هذا خويا 52 ما نعاودوش الهضره ريال ما ردوش تبارك الله 52 الخوت تبارك الله الله يبارك 52 2600 درهم الخوت تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله تاكش ربح لا باقي على الله طلبوا الله تيسير الله يسرك الامور الله يسرك الامور ما كاين لا حبوب لا والو تبارك الله خليكم تبارك الله الله يبارك الخوت 52 هذا الخوت راه يجي للعيد واللي يخليه يخليه في حاله ولا شي حاجه راه يخليه الخوت كاروسي عنده جيد عريض العنب مجبود الخوت راه شبر الصرف مليح تبارك الله مليح. الله يسر الامور ليك الله يجيب تيسير الله يعاون خويا سي عبد الله معروف وتخويرات هذاك على حسابي على حسابي هذاك سي عبد الله على حسابي سي عبد الله تخويرات معروف وا والله هاد السلعه اللي مخلي فيها انا تبارك الله شحال اخويا عبد الله اخويا عندنا 210 210 هادو تبارك الله مشروك معك عبد الصادق لا لا ما تشركتيش عبد الصادق متناسب معاه مرحبا خوت 110 جوج تبارك الله الله يبارك الله يدير خير 5500 درهم هذا 46 تبارك الله 46 نعم كنشري بوليد ولد عمي تبارك الله 46 2300 درهم الخوت وراه شي حاجه مليحه شي حاجه اصيليه مرحبا 44 المشرى المشرى الخوت 44 تبارك الله والثلاثه ديالك بوحدك تبارك الله الله يبارك المشرى 41 و200 تبارك الله 2600 درهم الخوت المشرى تبارك الله الثمن كاين والمليح كاين مليح حتى هو كاين الخوت تبارك الله شي حاجه طوب شحال زوين هذا عبد الله هذا قلت لي بشحال الثمن هذوك 44 44 2200 درهم الخوت تبارك الله ولكن شي حاجه زوينه عصري الثمن كاين والزين كاين تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله تيسير والله ييسر الامور عبد الصادق خلي النمير ديالك خلي لك اللي بغى شي حاجه يتصل بك هذوك الجوج ديال 110 فهمتي والجوج ب 44 ب 44 ثلاثه حنا البيع ديال الله يسخر بقات عندك ما كاينش مشكل هاد ثلاثه هاد جوج يصور في دار لا لا اربعه راه بعت واحد السيد من الدار البيض بعتي اللي كدوز تكلا نهار الاربعاء الجوج مول 86 الله يستر الله يستر وما يحكرش معك الهضره كاين الناس على الشاقه كاينين واحد 30 واحد كاين الناس على الشاقه لا لا تبارك الله لا ملاح دوري جي قول لي النمره عبد الله قول قول النمره اخو عبد الله اهلا تقول النمره لا ترى ما حافظهاش هاد الدوليه 07 07 زيرو جوج زيرو جوج 73 67 98 98 هشام راه تو عبد الصادق ماشي واحد اخر ما كديرش نمر قليل قليل الله يسر امور الله يجيب تيسير تحيه للمشاهدين ديال الناس الله يحفظك ليا الله يبارك فيك الله يعزك طنجة القويرة طنجة القويرة الله يسر امور راه قناة زوينة راه ما كاين لا تحرميات لا والو سير ربي يخليك الله يحفظك الله يطولنا في عمر خويا عبد الصادق الله يعزك الله اللهم بارك الخوت والله يدير خير نشوفوا هاد السلعه ديال الخوت عند الاخوان ديالنا الاخوان تا هما راه كيتعاونوا في السوق وصافي سي عبد الرحيم السلام عليكم كيداير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك سمو رشيد ماك بعد اخويا كيداير بخير مالك بحال ما عاجبك حال ما حنا شباب راه هاني عندنا اصنط ليا كي جاب الله مرحبا كي ما جابش الله مرحبا علاش باقي باقي بوك واش باقي بوك الحمد لله الحمد لله والشكر لله صح تبارك الله شحال اخو عبد الرحيم الثمن؟ 40 قال واحد 40 قال واحد 39 تبارك الله تبارك الله الله يبارك
خذ لهاد الجي تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير الخير. لا معنا السي صالح مرحبا مرحبا السي عباس مرحبا تبارك الله 1950 درهم الخوت المشري ديالهم تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله ونطلبوا الله التيسير شي حاجه الخوت مليحه تبارك الله. شحال واحد نسرو كان فيه نتوما؟ انا والوليد عندك انا قلت الوليد ولك هو جبعتهم ياك الله يسر امورهم الله يسر امور تبارك الله الخوت راه باعوهم ونسولوا على الثمن ديال البيع هذه الله يسر الامور الله يسرك اخويا الله يسر امور شحال الثمن شحال ديتيهم ديال الرباح شحال 8000 الله يسرك ما خويا الله يجيب التيسير الله يسر تبارك الله 8000 ديال الرباح هما 6 على الخوت ولاو ب 40000 وفوق منهم 100 درهم تبارك الله ندور شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن الله يسر الامور اللهم بارك سي زيتوني السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن هاولا 20 الخوت تبارك الله الله يبارك قلت قال لي مزريقه 24 الخوت راه كلشي راه غيولي يعرف زريقه عندنا شاد زريقه شاد انا زريقه تبارك الله الله يبارك 1000 درهم الخوت اللي عطاه هو كطب 24 تبارك الله شحال من راس اخو زريقه؟ 22 حولي الخوت وشي حاجه راه كراهم شي حاجه دور يجينو مليحه زوينه تبارك الله نطلبوا الله تيسير وغنشد الميره من عنده الخوت اللي بغى يتصل به تبارك الله نطلبوا الله تيسير الله يسر الامور الشيء اللي كان هو تبارك الله السلعه الخوت راه مليحه وغليظه اللي بغى راه من الفحل راه تصور تبارك الله الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله صور معها نعم ودير بالفيترينا وصور معها دير معها الفيترينا وصور معها تبارك الله الله يبارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله نطلبوا الله تيسير وندورو شي دويره قول لي الميره ديالك انت 06 70 08 44 61 بروج بروج تبارك الله الله يسر الامور والله لا تصور ودير بالفيترينا تبارك الله المليح كاين تبارك الله الله يبارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله ونطلبوا الله تيسير وندورو شي دوره في السوق وشوفوا الثمن شي زريق الله يسر يسرك الامور الله يجيب التيسير اخويا غنوحلو بضرب ولاد العم السلام عليكم كيدايرين بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك وانت كتكون انت واد الراجل ديما واش مشروك معاه مشروك كاين الله يسرك الامور الله يدير الخير شحال الثمن اخويا 45 هلا بشحال الوحده 15 اقسم عليه مالك لا فرانك لا فرانك على شيخ الخوت راه 45 بيهم بثلاثة الإخوان تبارك الله الخوت 2250 درهم بيهم بثلاثة تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير بحال شي 15000 ريال وشي 80 ريال ولا مع 60 ريال الخروفة كاع ما نقولوا هذيك تبارك الله الله يسر الأمور الله يدير الخير الناس راه دراوش الخوت راه كيقلبوا على الخبز الحلال طيب هذا الشيء اللي كان هو تبارك الله كيشريو شريتو ثلاث بياسات صافي شري شريتو سيدو ستة بعد ثلاثة بقاو ثلاثة والله يسر لكم الأمور الله يجيب التيسير أخويا الله يسر عليكم قصية السلام عليكم كيدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك وكنتمنى يكون شي كومونتير زوين عليك في هذا النهار هذا شي واحد شي كومونتير عليك شي كومونتير زوين راه الناس راه كيعرفوك بزاف خويا عبد الله كيدير بخير صحيح مزيان شحال اخوك سياس 23 عاطين 23 اللي عاطين تبارك الله 23000 خوت اللي عاطينو تبارك الله 1150 درهم هو راه باغي يبيع الخوت نطلبوا الله تيسير الله يسر الامور الشيء اللي كان هو نطلبوا مع الله كاع اللي دوزناه الله يسهل عليه الله يجيب التيسير نعم كل شيء تبرع ونطلبوا الله الله يعطينا شي عام جيد يعطينا شي عام جيد نطلبوا الله يتزاد خير بخير ان شاء الله نطلبوا الله تيسير الله يبارك الله يسر امور الله يدير خير كسياس الله يسر الله يسر الامور الله يجيب تيسير تحياتي ليك الله يحفظك امين الله يبارك فيك خويا الله يعزك خويا تحياتي ليك خويا عبد الكريم رخيصه تبارك الله نطلبوا الله تيسير الله يسر امور الخوت ندور شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم بارك الله يدير الخير حوليات الخوت هذو ملكات ودور يجينا الخوت ديال الحوليات تبارك الله شحال السي ديالنا 60 قال جوج على 58 58000 ريال الخوت تبارك الله ولكن الغزلان الغزال تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله 2900 درهم الخوت تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله نطلب الله التيسير 5 علاش ربحتي 3000 ريال هذه فيها شي حبوبه ياك تبارك الله الخوت راه فيها حبوبه ولكن راه كيبيعوا ويشريوا دابا راه بغيت يتخرجوا من الخوت تبارك الله ومشوا ندوروا شي دويره ونشوفوا الثمن في السوق الله يسركم عمر اخويا الله يجيب التيسير مبارك الخوت الله يدير خير السلام عليكم دير خو بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك
اجرت السنة السي حسن وحده ثنيه وحده ربعيه الدرار كاين شي درار لا دفعت واش على ميلاد ولا مخرى على ميلاد دار وحده قطعشك هذه هي اللي قطعشك تبارك الله هذه دافع تبارك الله اللهم بارك الخوت هذه راه دافع ثمن شحال ابو حسن 86 تبارك الله وحده ثنيه وحده ربعيه الخوت 86 4300 درهم الخوت تبارك الله الله يبارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير ويسر الامور هذه دافع الخوسيات تبارك الله مسكين عند دافعه راه على ميلاد تبارك الله حوليات عاصريات وهذه الخوت راه ضاره تبارك الله شي حاجه طوب شي حاجه زوينه الخوت تبارك الله على ميلاد هذه بقات شي سويمين ولا شي ثلاث ايام راه تولد الله يسر امور السي حسن الله يرحم الوالدين اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير العوان السلام عليكم فين هو؟ هذا ما بغيش يدوز هذا شحال بعتيالي انت؟ شحال بعتيالي؟ تا هو شحال بعتيالي؟ بعتيالي ب 94 94000 الخوت باش بيعها لي تبارك الله الله يسر عمر والده جوج كور الخوت تبارك الله 94 4700 درهم الخوت تبارك الله اش دايره في السنه خويا؟ جامعه تبارك الله ها جمع صغير زين تبارك الله الله يبارك الله يدير خير الله يسر الامور ونضرو دوار في السوق ونشوفوا الثمن اللهم بارك الخوت جينا رحبتنا عجات تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يسر الامور سولوا السيد شحال الثمن اخويا 31 اش دايره في السن الله يرحم الوالدين جمع صغير رباعيه وسداسيه وجمع صغير الدرار كاين شي درار لا كلها دار تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير خير تبارك الله الخوت على 1550 درهم الخوت تبارك الله شحال من راسيه 20 حبه الخوت تبارك الله الله يبارك تبارك الله انا ما بغيتش نكسب الغلم الخوت ولا نعجبها صغيره تبارك الله نعجه صغيره واصيليه تبارك الله كطور قدامكم الخوت تبارك الله شي حاجه راه طوب شي حاجه زوينه تبارك الله الله يسر الامور والله يدير خير تبارك الله شي حاجه مليحه وشي حاجه غريبه تبارك الله الله يبارك اللهم بارك الله يدير خير ونضرو دوار في السوق ونشوفوا الثمن الله يسر الامور لجميع الناس الخوت تبارك الله خويا الله يسهل عليك الله يجيب تيسير الله يبارك الله يدير خير تبارك الله شحال الثمن اخويا 45 اش درت في السن الله يرحم الوالدين كاين الجامعه والسداسيه والربعيه تبارك الله الدفوع كاين ياك تبارك الله الخوت راه نعجبك ولا دافعه شحال الثمن قلتي لي 45 2250 درهم الخوت تبارك الله الله يبارك النعجه راه دافعه تاع الخوت وشحال من الناس شحال من نعجه عندك اخويا 10 تبارك الله تفوع راه كاين الخوت تبارك الله الله يبارك كل الخوت كل النعجه دافعه راه غنشد الميره ديال الخوت اللي بغاهم يتصل بي باعهم من الله يسخر لي او عنده اللي بغاهم يتصل بي 10 نعاج يعني راهم دورجين ملاحات تبارك الله ومشى مشادو للسرح كانوا على السرحه تبارك الله انا الخوت تبارك الله والله يسر الامور الله يدير خير تبارك الله طلب الله التيسير تبارك الله 45 2250 درهم خويا واش الميره على الله 0666 76 51 79 الله يسر الامور اخويا تبارك الله وشي حاجه راه عنده الخوت راه زوينه راه جموع صغير والسداسيه والرباعيه 10 نعاج خواتات تاع الخوت تبارك الله الله يبارك والله يدير خير الله يسر الامور اخويا الله يجيب تيسير المرض اللهم بارك الله سيدي مصطفى لاباس بخير هاني الله يحفظك تبارك الله نهاج والدة الخوت ثلاثة تبارك الله حتى ما نسيت مصطفى الله يحفظك 47 تبارك الله وانت تخربان ياك تبارك الله الخوت 47 2350 درهم الخوت اش درت في السن؟ وحده جموع وحده رباعيه وحده سداسيه وحده جموع تبارك الله الله يبارك اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يسر الامور الله يسهل عليكم الله يجيب التيسير تبارك الله الخوت خويا السلام عليكم كيداير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يعزك الله يكبر فيك شحال الثمن هذا النعاج اخويا؟ اخويا هذا الثمن ديناهم ب 64 الخلاص الخلاص 64 ثنيه ثنيه في الجات الخوت تبارك الله لا ثنيه واه هي اللي
ثنية تبارك الله زيد متقرب اخويا علاش لا؟ هنايا تبجات الخوت 64 3200 درهم داكشي اللي كاين ياك تبارك الله عليك والدفوع كاين شي دفوع لا؟ الله اعلم سير الصراحة الله يعزك باقا تبدروا يلا غارزة تبارك الله الله يبارك عندك شي حاجة أخرى؟ أييه هادو راه ب 47 الوحدة لا لا بجات ثنية هادي جامعة تبارك الله 47 هذا مجموع كبير ياك باقا تقابش باقا تقابش شوية تبارك الله بنتها دارات ياك تما الله أعلم هادي راه يلقى فيها الجنة هادي هي اللي فيها الجنة تبارك الله الله يبارك سداسية الخوت خالصة ب 34 34 جبنا لي 400 درهم 34 الخوت 1700 درهم والله إلا ما عاد نلقاش تبارك الله ياك اليوم دافعت شوية السلعة راه بنادم كانت الشيء راه كان هذا راه كانت ب 44 45 على وجدت شوية النعجة اليوم شوية كاين دار تبارك الله هذوك الجات قلت هي بشحال الخلاص ديالهم الجات 47 جوجات جوجات الخوت 47 2650 درهم وحدة ثنية وحدة جامعة الخوت والدرار كيقول لك الله أعلم كيقول هذه هي اللي هذه هي اللي فيها جني تبارك الله هذوك الله يعلم في الدرهم هذوك الله يعلم هذاك الشيء اللي كاين الله يسر امور خفتاح الله يجيب التيسير السلام عليكم هذا النعاج ديالك مفتاح ديالك انت شحال الثمن اخويا نعم والمشرى شحال مشرى 92 درت في السن الاستاذ ديالك جمعت والدرار كاين شي الدرار دافعات دافعات الخوت تبارك الله تبارك الله الله يبارك قلت هي المشرى شحال؟ 92 4600 درهم الخوت بيوم بجات وحده جمعت وحده استاسيه تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير الله ييسر الامور الله يسهل عليك خويا الله يجيب التيسير تبارك الله ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن المليح والله الا ملاح هاد نعجات اصيليه دوريجي تبارك الله دخلت السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان جرف السنة ديك اخويا طلع جموع تبارك الله طلع الجموع شحال الثمن؟ الثمن 46 46 المشرى؟ مشرى؟ مشرى 40 2000 درهم الخوت المشرى سي محمد راه كنشكروك بزاف على الصراحة ديالك راه هي الله يستر العيب خوت راه دافع النعجة تبارك الله الخوت المشرى 2000 درهم الخوت تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير ونضرو شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن هو راه كيقول 46 ما عطاوك لا ربح لا والو شحال شوية 2000 ريال شحال تمن واحد شنو كاين جوج الناس هو بنادم يقنع شوية وصافي هادشي اللي كان ودي سمح لا مليح الله يحفظك الله يبارك فيك طلبوا الله تيسير الله ييسر لك الامور الله يجيب تيسير